السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من نون كيوتي. الفيديوهات الجاية إن شاء الله راح نركز على أكل الكيتو، كيتو دايت. أول حاجة عندي 350 جرام من اللحم المفرومة، وعندي خضار مشكلة، حبة طماطم، 2 حبة كوسة، نص حبة بصل، و2 حبة فلفل أخضر. طبعا زي ما عارفين النظام الكيتو بيعتمد على الدهون أكتر حاجة، فعندي هنا زبدة حيواني غير مملحة، بحتاج 35 جرام من الزبدة في مقلاة، خليها كده لما تدوب. هنزل فيها نص بصلة، النص عندي نص بصلة هناك فرمته، هاخد جزء من هنا أحمره شوية على المقلة مع اللحمة، وهاخد جزء منه أستخدمه بعدين في الصوص اللي هأطبخ عليه الخضار. هقلب البصل إليه ما يعني تاخد لون، تدبل معايا قبل ما ارمي فيها او انزل فيها اللحمه المفرومه. الان كده مناسبه هنزل فيها مقدار اللحمه المفرومه، وهو تقريبا 250 جرام. ان شاء الله راح اعمل فيديو واوريكم كيف تحسبوا نسب الاكل اللي بتستخدموها في نظام الكيتو باذن الله. نزلنا ب 250 جرام من اللحمه. هنا عندي البهارات اللي هستخدمها، بهارات السبعة والفلفل الأسود والكركم والفلفل الحلو والرزماري والبقدونس. انتوا استخدموا كل البهارات اللي انتوا بتحبوها، ما في مشكلة أبدا في البهار مع الكيتو. شايفين هنا بحاول اني انا افتفت اللحم وكده اضغطه مع الزبدة عشان يعني يتشرب شوية الزبدة، لانه مهم جدا مقدار الزبدة، انه انا لازم اكل الدهون، مقدار الدهون حقي في اليوم. هنزل بالبهارات وأقلبها مع اللحمة. الأكلة جدا سهلة، بس كان هذا محشي طبعا، بس من غير الرز طبعا، بنبعد عن الكارب نهائيا في الكيتو، بنقلل الكارب. اللحمة كده اهي تمام مع البهارات والكركم. عندي طماطم اللي هي حبة طماطم، هخلطها هعملها زي عصير كده، أضربها كويس في البروسيسر واقسمها على قسمين، جزء احطه مع الـ مع الـ مع العصاج حق اللحمه، والجزء الثاني هستخدمه مع لما اجي اطبخ الخضار بعد ما احشيها باللحمه. اللحمه نكيهوها بكل حاجه انتوا بتحبوها. الان النكهه، اللحمه صارت جاهزه عندي، هحشي عندي 2 كوسة، الكوسه طبعا مسموحه في نظام الكيتو، وححشي كمان 2 فلفل حلو، هم هحشيهم تمام. بعد ما احشيهم هجيب قدر، ممكن تحطيها في طاجن في الفرن، ممكن تحطيها على النار. انا هنا حطيتهم على النار وحطيت عليهم جزء من البصل المفروم، فرمته تاني مع الطماطم وحطيته، وهضيف عليه تقريبا كوب مرقة الدجاج. المرق في الكيتو كيف بنعمله عادة، الكيتو في دجاج ولحمة بنقوم بنسلقها أحيانا ونطلع المرقة دي نستفيد منها بدل المرقة الجاهزة، لأن المرقة الجاهزة فيها مواد حافظة وفيها نسب من الدهون هتلخبط معانا النظام في الكيتو. فعندي دي مرقة طبيعية بتاع الدجاج، أخذت منها كوب وحطيتهم على نار كده لما نغلوا، وبقت كده جاهزة، طعمهم حلوة وكيتو وما حتزيد ولا كارب ولا اي حاجة. جميل، حطيت عليها شوية خردل وجنبها هنا شوربة كوارع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي اشتراك في القناة، وتعملوا لي لايك للفيديو، وتعملوا لي مشاركة مع الاصدقاء.